يرد وما يردوش يعني يعني اللي يسمع يقول اللي يكسل. مجرد ان عبد الحليم حافظ زارني في الاستوديو في الاستوديو، اول ما اخش الاستوديو كله يصبح عليا ويرحب بيا بعد زياره عبد الحليم. ايه تتفسريها ازاي؟ انه النجم الكبير ده والمطرب العظيم ده جا زار النجمه المبتدئه دي وقال للمخرج خلي بالك عليها، احمد ضياء الدين الله يرحمه. فده يعني خلاهم يهتموا بيا حقيقي. انا اعتقد ان هي وجيلها من الممثلات مروا سنوات طويله اتعلموا في السينما نفسها، يعني غير يعني ما كانش في زمان معهد فنون مسرحيه ومش عارف ايه، فهم اتعلموا على حساب المتفرج يعني. نعم. نعم. فبالتالي لابد ان في بجانب تجارب الحياه نفسها مع كل شخصيه، ده هو النضج في الاخر. هو بره حصل حادثه لذيذه قوي. اول مره اتعزم في ريسبشن كان معمول لوفد سينمائي فرنساوي فكانوا عاملينه في السمراميس وعاملين حفله حلوه وكده، فرحت كنت بقالي في السينما كده يعني شهور تقريبا، والاستاذ رمسيس الله يرحمه يعني عارف يقدمني للناس لدرجه انه قالوا لك احنا عرفنا نجلاء وحبيناها وفي ناس انتقدوني وانا الفيلم ما نزلش من كتر الدعايه اللي كان بيعملها لي. قاعده على الترابيزه. تفتكر الدعايه الكبيره ما تخدمش الفنان؟ لا بتخدمه. الدعايه الكبيره؟ طبعا. الدعايه المبالغه برضه كمان تخدم الفنان؟ اول حياته لازم يبقى فيها مبالغه. كويس. يعني تثيرك. تثيرك. تثيرك لغايه لما تشوف ايه دي؟ كويس. او ايه ده؟ لازم اعرفه ده الجديد ده فيه ايه؟ انت كناقد، الجمهور كجمهور. يوم بقى الريسبشن دوت. نعم. انا قاعده وببص كده لقيت نادي لطفي، هند رستم، احمد مظهر، احمد رمزي، كمال الشيخ، فاطين عبد الوهاب. كنت عامله كده قلت ايه ده؟ معقول انا قاعده مع كل دولك؟ انا عايز ممكن. عايز اشوف عينيك اكتر. عايزه منديل حران. فعملت انا قاعده كده عادي ورسمه نفسي ان انا يعني كبره. فبعمل جالي ذهول ببص لهم كلهم رحت قايل صحيح انا معاكم كلكم؟ لا مش ممكن انا بحلم. لا حقيقي بحلم. قعدوا يضحكوا. الى هذا الحد. لانه انا اذكر انه رمسيس نجيب قال لك مره عباره مهمه قوي، قال لك انك انت هتمثلي في فيلم وانت العصفوره. قال لي انا جايب لك عمالقه السينما النسور يقفوا جنبك يسندوكي يشيلوكي. كنتش فاهمه الكلام ده. انت العصفوره وهم النسور. هم النسور. فعملت الفيلم اسمه روضة الحب. نجلاء فاشل. ايه النور؟ جمال ملائكي. يعني ايه جمال ملائكي؟ يعني ما تقوليش كلام فوازير. لا مفيش فوازير والله. لا دي مش فزوره. ما انا احلها. لا فزوره ما كنتش احلها، لكن دلوقتي انا بحلها. جمال ملائكي يعني جمال شفاف، يعني جمال ابيض ما فيهوش اي نقط رماديه او سودة. يعني في جمال في نقط رماديه؟ طبعا. استاذ وحيد فريد، من فضلك، جمال نجلاء فتحي بعين المصور ورؤيته ايه نوعيته؟ جمالها في تعبيرها، في ادائها. في حاجات في نجلاء مش موجوده في مواصفات الزملاء الاخرين. انا اقدر اقول ان هو جمال عذب بسيط، وجه غير موجود اطلاقا. يعني وش جمال، وش نجلاء فتحي منفرد في السينما المصريه؟ تمام. منفرد. نعم. وش غني. جمال نجلاء فتحي اين يوضع؟ ايه نوعه؟ ايه شخصيته؟ ايه ملامحه؟ نوعه انه جمال بركاني. جمال بركاني. تعبير غريب قوي. يعني ايه يا استاذ؟ يعني جمال فيه شعله، في وهج، مش جمال. لانه الجمال تعرف الجمال في الوجه. ايوه. بيصحبه باستمرار، مش باستمرار يعني، في معظم الأحوال برود ما. يبقى أن أسألك رأي امرأة في امرأة، ما نوعية جمال نجلاء فتحي إذا أردنا التحليل؟ المفارقة. المفارقة بمعنى؟ بمعنى الصلابة الداخلية والإحساس بأنك أمام أعماق إنسانية كبيرة، وده بيتضح في الصوت. لما هو صوتها حلو في التمثيل، يعني في بحة جميلة، يعني تخش القلب، وبتقدر لما بتنفعل كده تحس إن الشخصية
هي ما بتبصش لصوتها، ما بتقدرش تفصل ما بين صوتها وما بين وشها، هي بتبقى كتلة إحساس مع الشخصية. هي اسمها زهرة واسم على مسمى، نجلاء زهرة حلوة جميلة وشها مريح. ما اعرفش انا ليه يعني كلمة كنت دايما بقولها لنجلة، بقول لها اسنانك معوجة، عينيك صغيرة لكن دمك خفيف ووشك مريح جدا للعين بحيث ان الناس تحب تبص لك، وهو ده الجمال الفعلي. هو مش جمال بمقاييس معينة، هو جمال نفس اكتر من اي شيء، بحيث ان الواحد ممكن يبص لنجلاء فتحي على الشاشة ويستريح لها، ودي اهم حاجة في الجمال. مدام نجلاء فتحي عندي ملاحظة خاصة اقولها. انا عايز اعرف المكير عفوا بيصلح ايه فيكي، بيداري ايه في يعني بيداري ايه في وشك؟ بيداري عيوبي. فين عيوبك؟ انا مش شايف عيوبك. على فكرة انا ليا وجهة نظر في حكاية الجمال. بقول مفيش واحدة وحشة. كل الناس حلوة، بس فين واحد يعرف جماله ويبرزه وعيوبه يخفيها؟ يعني بقول في ست ضحكتها حلوة، في ست نظرة تانية حلوة، في ست حادثها حلو، انما مفيش حد وحش. فالذكية هي اللي تظهر الحاجات الحلوة اللي فيها وتداري العيوب اللي فيها. الأستاذ لبيب معوض المحامي، لو أنك تترافع عن نجلاء فتحي أمام محكمة الفن افتراضا وهي متهمة أنها دخلت الفن والسينما من باب الجمال فقط، فكيف تترافع؟ هذا اتهام ظالم. نجلاء فتحي أنا أول ما قابلتها وجات لي لقيت ذكاء خارق يصفع، لقيت حيوية فياضة تتحرك وتؤثر، ثم لقيت جمال. هي دخلت الفن، فرضت نفسها على الفن، التقت بالجمهور من خلال شقاوتها وذكائها. موجود عند اي فرد في العمل، الممثل عنصر مهم جدا لانه هو اللي على وشه بيبان كل عملنا. قولي لي التحدي امام نجلاء فتحي في السينما ايه؟ طبعا هو استمرار للنجاح، احب ان انا اكون دايما ناجحه، لان النجاح شيء جميل وعظيم، ان اكون بادي رساله لها معنى، اني اكون راضيه عن نفسي حقيقي. اصل اكتر شيء يألمك انك تعمل حاجه وانت مش راضي عن نفسك، وبعدين بالتالي اقرب الناس ليك بنتي، اخواتي، اهلي، خلاني، عمامي، كل شيء، ثقتهم الكبيره فيا واستقبالهم الحلو ليا، هل أنا جديرة بيه؟ هل أنا أستحقه؟ هل أنا هقدر أكمله؟ بحب ده. بتيجي نركب مركب؟ مركب؟ انت ولا أنا هغني ولا أنت هنغني، بس هنكمل دردشة في المركب بقى. أنت عندك رغبة تركب مركب؟ بحب النيل جدا. عايز أكلمك عن السينما شوية، ألا تشعري أنه الحوار في السينما عفواً بيصل أحياناً في بعض الأفلام إلى شيء من السوقية؟ لا ده في معظم الافلام، وده شيء فظيع جدا. انا حتى لاحظت انه بنتي تقول لي ساعات ايه روقي معايا واسمعيني، قلت لها ايه روقي معايا دي؟ فانا طبعا ده انا كنت بقول لابويا روقي روقي معايا واسمعيني، فقلت لها ايه روقي معايا واسمعيني دي؟ قلت لها ياسمينة ده انا كنت بقول لابويا الله يرحمه وانا متجوزه ومخلفاكي، حضرتك تسمح لي اكلمك في موضوع ايه اللي حصل في الدنيا؟ فاتضح انها افلام ولعب منا مش في حبايبنا. لعب منا مش في حبايبنا. اعتقد ده من السرعه، يعني العمل دلوقتي بقى فيه صناعه، الحوار بقى فيه صناعه. زمان كنا بنعمل السيناريو او نبتدي بالقصه وبعدين نتعامل سيناريو وبعدين الحوار وبعدين الحوار، بنقرا القصه كلها كمجموعه كبيره جدا من المخرجين زي الاستاذ كمال الشيخ، الاستاذ صلاح ابو سيف، الاستاذ فاطين عبد الوهاب، يعني كل دول كنا بنبقى مجموعين عشان فيلم واحد، وكل واحد بيمسك ورقه وقلم يقول رايه في القصه في الكلمه في الموضوع، وكان فيه تروي، يعني كان بندي براح للمؤلف انه ياخد راحته، ما نقولوش مثلا بعد شهر هنصور. ايهما اقرب الى نفسك وقلبك وعقلك، شخصيات النسائيه عند احسان عبد القدوس
أم يوسف السباعي أم يوسف إدريس؟ والله أنا بحب جدا نساء يوسف السباعي الله يرحمه، لأن أنا بحب الامرأة العطوفة الحنونة، تعطي بدون مقابل، مضحية، محبة، رومانسية. والله نجلاء تصلح للرومانسية وتصلح لبنت البلد وتصلح للعنف، لشخصية ذات أحاسيس عنيفة. لا، هي تصلح في أكتر من دور، لأنها هي نفسها شخصية سخنة جدا، مش الرومانسية الناعمة هي تقدر تدي ده. شخصيات الأستاذ إحسان عبد القدوس، المرأة المتعالية المتنافسة للرجل المتحدية له، مش عارفة، يمكن كانت بتعجبني وأنا مراهقة، إنما دلوقتي لما بفكر فيها بعد أن اكتمل عقلي بشوف إنه المرأة لما تكون مرأة وفي جناح رجل كما كتبها يوسف السباعي بلاقيها أدفى وأوضح وأجمل. نجلاء سيدة رقيقة الوجه جدا وصغيرة الحجم، ولكنها تتمتع بصوت فيه بح التحدي، كانت دائما تقيم نوع من المعارضة مع شكلها. يعني هذا الصوت كان دائما يهزني كصوت بيخرج من خضم الألم، وكأن إنسان يعني ظل يصرخ في البرية فترة طويلة حتى شرخ صوته. فكانت دائما هذه النزعة المأساوية بتصطدم بالرومانسية الناعمة. ففي فيلم عفوا أيها القانون أنا أعتقد أنها بدأت تاخد هذه الخطوة. يعني لو أنت جيب لها آخر فيلم عملته اللي هو لعدم كفاية الأدلة، نعم، ونجلاء فتحي عملت دور واحدة ست فلاحة ونزلت تدور على جوزها وما تعرفش حاجة عن مصر،